قصة الإيمان إنه لا رزق ولا مال ولا منصب ولا أي سبب من الأسباب كافي لأن يجعل الإنسان يقف في صف الظالمين. وهنا نستذكر الفرق بين نموذج الفرعون وبين نموذج موسى، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. شوف القصة، هنا المؤمن يجب أنه يعني ينفض يده، فلن أكون ظهيرا للمجرمين، يعني إذا لم تقل الحق فلا تقل الباطل، وإذا لم تفعل الحق الصواب فلا تفعل الخطأ، وثق بأن الله سبحانه وتعالى سوف يحفظك.